أوضح الصور وعلى طول العرض الشاشة يعني إذا بتحطه بالعرض تفتل الشاشة بطلع أزبط. طيب بالضبط. مهم أنا من هيك شايفين الأوردة فوق الكبدية. إذا المرارة بنية بيضاوية تحتوي سائل قديم الصدر. دائما سؤال دورة، المرارة تحوي سائل، هل المرارة عديمة الصدى ناقص الصدى ولا معتدل الصدى؟ فهي عديمة الصدى، أي سائل رائق يعطينا عديم الصدى. سمعت الجدار لا يتجاوز 3 وطولها لا يتجاوز 5 وعرضها لا يتجاوز 3 سنتيمتر. في الكلام هذا في أخذ ورد، هلا بنحكي بالاستسقاء كيف بدون نقيسه. إذا كان قطع معتاد أكثر من 4 قطط طول أكثر من 9 سنتيمتر فإحنا أمام استسقاء مرارة، وإذا كان سمكت الجدار أكثر من 3 مليمتر فإحنا أمام تسمك وجدار المرارة. شايفين الأوردة فوق الكبدية الأيمن بيحصل القطعة 7، وبين الأيمن والأيسر والمتوسط نشوف القطعة 8، وبين المتوسط والأيسر نشوف القطعة 4، والقطعة الثانية اللي إحنا هون دخلنا بالفصل الأيسر. الوسيلة الاستقصائية النوعية والذهبية لدراسة الكبد والأولية هي صراحة الأمواج فوق الصوتية، لأن محتوى الكبد محتوى نسيجي مائي وذلك كبير، عضو كبير ما في غازات بتحجبه، وذلك يندرس بالإيكو بشكل جيد. بنشوف شكل وحجم الكبد، هل هناك ضخامة، هل هناك ضمور. الفص الأيمن سمكته أقل من 15 سنتيمتر، والفص الأيسر بين 5 و7 سنتيمتر. يعني هي السمكة صراحة هي القطر الأمامي الخلفي، بينما إذا أخذنا الخط متصف الطرق والخط المائل فإحنا تحت 17 سنتيمتر فيعتبر طبيعي. حواف الكبد منتظمة غالبا، إذا كانت غير منتظمة نشوف مثل السيروزز، نشوف حواف غير منتظمة، نشوف بنية عقيدية خشنة بتجمع الكبد، بينما بنية الكبد متجانسة ناعمة سموت. نشوف الشكل الصدوي، طبيعة الصدى، هل يوجد عقد، هل يوجد كيسات، هل يوجد كتل، وجود الكتل والمركبات الكيسية ضمن الكبد يعني ياما تكون كيسة بسيطة، كيسة مختلطة، كيسة مائية، كيسة صفراوية، خراجات قيحية، خراجات زحارية، تجمع سائلي تحت محفوظة الكبد. ندرس بنية الكتل، نشوف ترويتها، نشوف حوافها، ماهيتها. اليوم الموجودات الطبيعية كثير مهم، الموجودات الطبيعية، قطر وريد الباب أقل من 13، في حالات فرط التوتر وريد الباب يكون أكثر من 15 مليمتر، ويرتفع الضغط ضمن اللمعة فوق 25 مليمتر زائد الأخير، وتتجاوز سرعة الجريان الدموي 25 سنتيمتر على الثانية. إذن نشوف اللي توصل لسرعة 50 سنتيمتر على الثانية، سرعة الجريان ضمن وريد الباب. قطر الأوردة فوق الكبدية عادة 6 وأقل من 6 قبل وصبها، إذا زاد أكثر من 6 فإحنا أمام فرط أو كبد قلابي.
نشوف الأقنية الصفراوية داخل كبد 2 من متر قناة الجامعة بقطر 6 ملم عند المسنين مقبل 7 أو 8. كمان في حالات استئصال المرارة توسع قناة الجامعة بشكل فيزيولوجي وحين توصل 9 أو أكثر تسمي توسع فيزيولوجي. تنجم أهمية الإيكو دوبلر للكبد، نشوف الجملة البابية، نشوف الجريان ضمن الأوردة، وكثير مهم في عندنا محاضرة أو ممكن ناخذ درس عملي وأخاس كل الريجن إن أبدونال إن الآفات الوعائية بالكبد أو بالبطن. التشخيص المبكر كثير هام. الخوارية ما يكون عن طريق يبدأ بالجوب الوريدية بالكبد منتقل على وريد الباب، أو يكون بالوريد المساريق العلوي أو الوريد الطحالي منتقل عن طريق الوريد الباب. فعندنا بها الطريقين هاي التشخيص المبكر لأنه علاجه فقط مميعات، بينما لم يوصل خثار كامل ويتعرض هذا التخثر يدخلنا بقصور كبد وتشمع كبد وندخل في سلسلة من المشاكل المزمنة. الطبق المحوري كثير مهم. إذا شفنا آفة الطبق المحوري يدرس العمق، يدرس علاقتها مع الأعضاء خلف الإبريتوان. كمان في بعض الأورام مثل ما راح نحكي عن الهيماجوما أو الهيباتوما الكبدية الأدينوما أو الـ FND أو فوكال نيدولار هايبربلاسيا فرط التصنع الكبدي. كل آفة لها صفات شرعية بالإيكون الميلها. الطبق المحوري طبعا إذا حكينا في عدة أطوار، بين الطور الشريان السريع أو الباكر هو الطور الشريان. صراحة صحوا لي المعلومة، هو من 20 إلى 25 ثانية بعد الحقن العين الحقن الآلي نبلش حقن من 20 إلى 25 ثانية نعطي الجهاز أمر بالشوط أو كونفيرم يعطينا شلون يشوط الأشعة. ثالث من الطور الشريان الباكر هو يدرس الشرايين إذا في عندنا شك بآفة شريانية بريدية الشريانية أو قوة الشريان الأبهر أو الشريان المساريقي أو الكبدي أو الطحالي. مدرس إن الطور الوريدي أو الطور البابي هو صراحة من 70 إلى 120 ثانية في عندنا الطور السوي وبعد الحقن بدقائق ناخذه نشوف إذا في بحيرات دموية بالهيماجوما تتجمع ضمن. في عندنا الطور اللي هو الطور الشرياني المتأخر هو مرحلة وسطية بين الشرياني والوريدي. الطور الشرياني المتأخر صراحة من 30 إلى 40 ثانية. وعندنا البورتال فين من 60 إلى 90 وعندنا السوي أو المتأخر والثلاثة خمس دقائق. احفظوا لي الجدول الموجود بالإنجليزي ولا صح هناك في خربطة أو لقط في غلط. شايفين لما تجيك صورة طبق محوري ضروري كثير تعرف شو نوع الصورة. شايفين الدائرة الحمراء الأبهر ما في مادة ضليلة، فإحنا أمام صورة طبقية بدون حقن، بينما الصورة المجاورة هي صورة طبقية محورية مع حقن مادة ضليلة. إذا احفظوا الجدول الموجود بالإنجليزي استطلابات تصوير الطبقة المحورية للتنشؤ خراجات أي ورمية أو كيسية أو خشونة بالمظهر الصدوي أو وجود رب أو شك تأكيد شك خثاء بالوريد الباب أو بالوريد المساريق العلوي. كمان استطلابات كثير للبحث عن نقائل في مرضى الطب النووي كثير يجينا نشوف في نقائل الكبد مريضة شخصنا لكتلة ثدي مثلا
قبل الإجراء العمل الجراحي في نقل الطبقة المحوري ماسح صدر بطن الحوض نشوف في نقائل ولا لا، لأن هنا يعتمد على تحديد إذا كان في نقائل فإحنا أمام الستيج أو المرحلة الرابعة، فغالبا يكون خطاب العمل الجراحي مستبعد. في عندنا شيء اسمه الآفات الصفراوية، الكيسات الصفراوية كيسات عديمة الصدى باليوكبين معنا، ليس لها جدار مثل ما جوا الجدار مضاعف بالكيس المائية. غير مهمة أحيانا أنا ما بذكرها بالتقارير عشان ما نخوف المريض، العامل النفسي كثير مهم بالنسبة للمريض أنه لازم نطمنه، مثل الهيمانجوما غير مهمة. إذا شايفين هنا في بياض خلف الكيسة، هاي نسميه بستوريا شيدوينج، ظاهرة التعزيز الصوتي، لما الأمواج الصوتية تخترق الماء مع كان الماء من أصدقاء الأمواج الصوتية فتخترق اختراقية عالية وبعد انتقال من الماء إلى وسط نسيجي تصير مقاومة لاختراق الأمواج الصوتية، يعطينا هذا البياض اللي شايفينه أن سهم المدير هو بستورير شيروينج، ظاهرة التعزيز الصدوي، وهي ظاهرة سبوت دايجنوز للأفات الكيسية. شايفين الطبقة المحورية يعني مع الحقن، شايفين هون مع الحقن من طور بابي، شايفين أبهار قليل. هذا الطور اللي أنا أحبه هو طور بابي شرياني متأخر، قسم المادة موجود بالأبهار وقسم المادة موجود بالوريد الباب، هذا هو الوريد الباب، هذا هو ظاهركم الشاشة. تصنيف آفات الكبد يا جماعة، الآفات الكيسية إما كيسات إنتانية أو خلقية. جينيك ليفرون أو ليفرجينك سيست أو كيسات تنشرية سيستيك ماز أو كيسات أرضية. الكيسات بالطبق المحوري تكون بجذر رقيقة ولا تعزز المادة الضليلة، دائما الكيسة محتواها مائي فهي لا تعزز المادة الضليلة، وإذا شفنا مادة ضليلة ظن الكيسة فإحنا أمام إيش؟ أم دم أو ناسور وعاء كيسي. لما نشوف في مادة ضليلة ظن الكيسة على المقياس نهوز في درسنا المرة الماضية بالمقياس نهوز في الكثافات الخمسة بالطبقة تختلف شوي، بعدنا كثافة الجسم الأجنبي وكثافة الأبهار، تجي بعدها كثافة العظم، تجي بعدها كثافة العضلات والكبد، وبعدها تجي كثافة الشحم، شايفين الشحم تحت الجلوي شحم سريقي، وبعدها تجي كثافة الغاز وكثافة الغاز. لاحظ هاي طبعا المائدة، وهي كثافة شايفين كيس الكبد بين معنا. إذا الكيسات بشكل عام لا تعزز المادة الضليلة، بإمكاننا نعمل بزل موجه بالإيكو أو الطبقي يدخل في التشخيص تفريق الآفات الكيسية الكبدية لتقطع عن 1 سنتيمتر، الكيسات السليمة وانتقالات الكبدية والخراجات. الكيسات المائية، الكيسات المائية شائعة كثير ببلادنا مثل ما حكينا، الطفيل المسبب هو المشوك الحبيبية، تنتقل عن طريق تناول الأغذية الملوثة ببراز كلاب، ولذلك في انتشار واسع ببلادنا صراحة، في إلى غشاء منتش مثل هذا شكل المسلخ، هذا هو بيتشكل منه أو ينتش أو يصنع كيسات البنات، هاي كيسات البنات، وأحيانا ما بنشوف كيسات البنات إله. في دكتور أشعة تونسي
يعتبر الأول بالعمل التصنيف في الكيسات النهائية إلى 4 أصناف، نمط بسيط هذه الكيسين، نمط أول، النمط الثاني مثل هاي الكيسة في أشياء منتج، النمط الثالث عبارة عن كيسات بنات ضمن الكيسة، النمط الرابع يعطي مظهر كتلة نتيجة وجود الأغشية المنتجة تعدل جوف الكيسة ورعاها إن شاء الله. الكيسات المائية كثير سهل تشخيصها، ما بضيعنا الكيسة المائية يا جماعة شيء مرعب. أنا شفت بالثدي كيسة مائية، أنا شفت بالعظم كيسة مائية، أنا شفت بالدرق كيسة مائية، أنا شفت بالقلب كيسة مائية، ومن فترة بإدلب بالأظهر كان في كيسة مائية نازلة منين جاي أكيد من القلب، انتشرت حالة شفناها شباب. فكيسات المائية مرعبة. الأغذية المواد خاصة بيعين الفلافل اللي بيترموا الحشائش والبقدونس بدون أي نظافة، ولذلك كثير مهم الاعتناء بصحة نظافة الأكل. شفت كيسات مائية بالقناة الفقرية صوب القناة الشوكية، شفت كيسات مائية ضمن الجنب، يعني إذا كانت توضع كيسة وحيدة موجودة بالكبد نص مصيبة، أما آفة كيسية موجودة بالقناة الفقرية شو بدك، أو موجودة ضمن الفقرة أو ضمن العظم. الخراجات الكبدية وسابقا كانت الكيسات المائية أكثر من 7 سنتيمتر تسرح من الجيش. إذا كان مريض أو عسكري عنده كيسة مائية أكثر من 7 سنتيمتر يصرح من الجيش لطوره. الخراجات الكبدية اليوم فجرنا خراج بتوجيه ليكم، أنواعها قيحية زحارية صفراوية تالية للإنتان تداخل الجراحي، تكون مفردة ومتعددة في العالم، تكون آفة ناقص الكثافة غير منتظمة بالطبقة طبعا نحكي، محتواها لزج غالبا يكون في عندنا سوية سائلة، في عندنا سوية سائلة وجود الهواء مشخص الخراجة كبدية، ونشوف تسمك في الجدار مع تعزيز المادة الضليلة بجدارها عكس الكيس المائية اللي ما بتعزز المادة الضليلة. الهيباتيك هيمانجيوما كثير مهم، أي واحد منكم بتمر معاه الورم الوعاء الكبدي لأنه شيء مرعب. اجتني شهرين أكثر من مريض من إدلب ونعزاز عشان إجراء طبقي محوري، وكان مريض خايف شخص له كتلة وتعرفون من الحالة النهارة بالطبقة المحورية، في صفة مميزة يعني بين المريض كان منهار تماما انه هو عنده ورم الكبد، بينما بالطبقة المحورية ظاهر تعزيز العقيدي المحيط بالدور الشرياني ثم يمتد للمركز بشكل اشتطاء، ثم بالطور السوي تجمع ضمن مركز الآفة هيمانجيوما. اللي عنده هاي المعلومة هاي يعني معلومة من ذهب، نظرنا يا جماعة مانا كتلة، هاي هيمانجيوما ورم عين، ومثل ما أحب أبسطها للمرضى أقول إنها الشامل بالكبد لأنه مشكلة يعني صراحة. ورغم هالشي عملت بيوبسي أتأكد 100%، كانت هيمانجيوما. إذن الورم الوعائي قد يأتي وحيد أو متعدد، هو ورم سليم
بالعادة يكون عالي الصدمية عليكم، بالعادة يكون على مسار الأوردة الفقر الكبدية، حلول واضحة ومتجانس ومنتظم الحواف، بالعادة على الصدم، ولكن ممكن يجينا حالات ناقص الصدم. تطور نشوف عن النساء أكثر من 4-7% من النساء بتشوفه. قد يكون وحيدا هنا نكتفي بالمراقبة الدورية، يكون متعدد في 10% من الحالات، غالبا ما تكون أقطاره ما بين 3-5 سنتيمتر 15 سنتيمتر، تقيم الأورام الكبدية باستخدام الإيكو بسهولة. الطبق المحوري بدون حقن في مركبة شحمية طاغية بالجوف، وذلك تكون عالية الصدى الشحم طلع بديكم عالي عالي الكثافة الصدوية. الطبق المحوري كثير مهم ينعم بعدة أطوار، الطور الشرياني الحاد شايفينها الطور الشرياني تعطينا منظر عقيدي على محيط الآفة كثير مميزة، نعمل صورة مباشرة بعد هاي الصورة اللي هي بالطور الوريدي تجينا أشرطة بتجي من المحيط إلى المركز، وفي الطور السوي تجمع المادة بمركز المنجومة. أنا شفت تصميمات هاي قطعاً أنا أقول أن هاي منجومة. إذن هاي منجومة ما بتخوفنا، ليست بعبع وما لازم نخاف الرعب لما نشوفها. بليكو كثير أحيان نحكم عليها إذا ما تأكد بليكو بعد الطبق المحوري، أحيانا تتبارز الهيماجوما عند حواف الفص الأيسر، بنشوفها مثل آفة ضمن الشحم المسارية متصلة بجزء بالكبد، ويهون صراحة الحالات اللي جتني كان مشخصة على أنه يعني تعرفون أغرام الجاستروانتستينال ستروما تيومر أي أو يسمونه الجست، كثير تأذي نفس هذا المنظر. بالطبق المحوري بنميز صفات الورم ونشخصه. كثير المعلومات الشرعية مهمة أحيانا أكثر من تشريح المرض يتصبره، وذلك ندرس كل ورم له سمات. في عندنا الـ FNH فوكال نديولار هايبالبليجيا، فرط التصنع البؤري العقيدي، هنا ليس له محفظة، هذا الورم لا يظهر بالإيكو بالعادة، ولكن نشوف فيه فرط تروية، شوف فرط التروية موضع بالطبق كثير مهم يظهر معنا، ما إله محفظة، بشمل الكتلة سوية تصدب ذلك مقلدة براشمل الكبد ما بتبين معنا. الطبق المحفظة نشوف كتلة مسررة لها سرة، سرة الكتلة من حالة قد تحوي أوعية ويظهر على بقية الكتلة تعزيز متجانس للمادة الطليل، إذن بنشوف تعزيز متجانس للمادة. قبل الحقن تشكل بؤري كثافته أخفض من البراشيم الكبد، شايفين هنا شايفين إنه سرة، شايفين يختلف عن الهيماجوما تعزيزه تقريبا متجانس، إنه سرة إلى وعاء مغذي. في عندنا شيء اسمه الأشعة التداخلية، ممكن نعمل إمبوليزيشن، نصمم هذا الورم، يحقن البارتيكلز أو الميكرو ترانسفير ضمن الورم وضمن الوعاء المغذي.
عفوا دكتور يعطيك العافية بس ما واضح أنا لا إيش غير ولا شو محمود في طول شلون دكتور يعني الله يعطيك العافية بتشرح بس يعني نحن عندنا ما مبين شيء تقريبا طول نص الشاشة مبينة وما مبين وين عم تأشر يعني وين عم تشرح ما مبين لنا ما سمعت دكتور المقصد انه انت وقت بتشرح على الصوره يعني ما مبين وين بتحكي انت اذا في مجال بس تحط المؤشر محل ما بتقصد يعني هو هاي المؤشر انا متعود على الزوم يلا حتى دكتور الشاشه يعني ملف العرض يعني نصه ما طالع ها الملف اللي عرضه نصه طيب ماشي انا هكبرها انت وين معك اذا ليس له محفظه هذا الورق وانه السره الأدينوما الهيباتيك الأدينوما إذا إحنا مجرد ما نشوف آفة بالكبد القاطة المعلومات إما تكون هيماجوما أو تكون فوق الإنجلال هايبرابليجيا أو تكون هيباتيك أدينوما أو هيباتيك سيل كارسينوما هلا إحنا نجي على ورم الغدة الكبدي ورم غدة سليم يتكون من خلايا كبدية تفصلها أشبه الجيوب الوعية له محفظة ليفية كاملة إذا هون يختلف عن الفناش له محفظة هذاك ما له محفظة كتلة وحيدة يشخص للخزعة يختلط كثير بالنزف من عوامل الخطورة تناول مناعة الحمل لفترة طويلة أدواء خزنة ليكوجين يظهر بالطبق المحفى بشكل كتلة تعزز المادة الضليلة في الدور الشرياني إذا توعيتها والشريانية وليست من وريد الباب وعند أخذ مقاطع متأخرة بالطبق الوريدي يكون ناقص جدا بالتعزيز شرياني باكر تظهر علامة الدولاب أو الدوامة أو مقطع الليمون في المنظر الرصفي للأدينوما شايفينه في عندنا نزف كيف الهيماتوم وكيف الهيماتوم هاي الهيباتيك أدينوما نحن اختلاطات هي النزف شايفين هناك وشفنا الآفة عاية الصدى مفصصة مفرط التربية عندنا ورم غدي كبدي أو ورم وعائي كبدي أو فرط بطن العقدي طبق المحوري شايفين التربية الشريانية بإحنا نتأخذ من وين وريد الباب بإحنا أمام أدينوما كبدية نجي ننتقل على كارسينوما الخلية الكبدية هيباتيك سيل كارسينوما تنشئ ورمي قد يكون بشكل آفة وحيدة أو متعددة أهم اختلاطاتهم بشكل خطرات في الأوردة الكبدية وبريد الباب والاختلاطات الأخرى النزوف من الورم التمزق انتشار وانتقالات الكبدية غالبا تحدث على أرضية التشمر في 80% من الحالات أو بهك اختلاط الهيماكوماتوز أسوأ دواء خزن أو استغلال الحديد إذن 80% يظهر على أرضية التشمر عوامل خطورة التهاب كبد بي يتطور التنشؤ الكبدي عند 10% من المرضى الأدوية ذات السمية الكبدية مثل الميثوتريكسات والأفات الاستغلابية أدواء خزن غليكوجين الموجودات الشعاعية تظهر بشكل عدة عقد مختلفة الأحجام ناقصة الصدى ذات ارتشاح محيطي مع توسع في الطرق أي آفة بالكبد ممكن تعملها ماس إفكت تعمل توسع بالطرق الأفراوية داخل الكبد بسبب الضغط
الطبق المحوري تشوف كتلة ناقصة الكثافة غير متجانسة مع مظهر كبد متشمع غالبا 80%. فمظهر الكبد السيروزز نشوف كبد ضامر أو قيدات ضخامة بالفصل المذنب أو القطع الأولى، ونشوف حواف مفصصة، ونشوف زيادة بقطر وريد الباب، وغالبا يكون فرط توتر بابي، نشوف ضخامة بالكبد. لا يتم إجزاء الطبق المحوري إلا مع الحقن. الطبق المحوري نعمله مثل قبل وبعد الحقن، أما الطبق المحوري بدون حقن حلقه فرنجين بسوء الغلاء دائما مع حقن ما تضلنا. شاهدنا تشكل بؤري عز المادة الضليلة لحدود غير منتظمة في تنخر مركزي كاستنا وخلية كبدية تعزيز غير متجانس ما أخذ منظر هيمنجوما ولا منظر الأدينوما هيباتيك الأدينوما ولا منظر الأفيناش. فإحنا وراء هيباتيك كاستنوما تشخيص طبعا الأساسي نأخذ بالإيش بالخزعم. أشيع أورام الكبد صراحة هي انتقالات كبدية، تعتبر أشياء الأفات الخبيثة من الكبد نظرة التحريم الغازية تشكل أشياء انتقالات من أورام السبيل الهضمي ثم الثدي الكليتين الرئتين تتروى من الشريان الكبدي غالبا تظهر بنسبة 95% من الحالات عندما يكون قطرها أكثر من 2 سنتيمتر تكون نقال متعددة لحدود وضعها ويمتظم ممكن نشوف آفة وحدة نقيلة. إذا متى ما شفنا نقائب الكبد أول شيء نفكر فيه يا جماعة وإيش؟ أورام السبيل الهضمي. أول ما نشوف كررتها كثيرا وكررها حاليا وسأكررها لاحقا. أشياء الأورام التي تعطي نقائب الكبد هو الأدينوكارسينوما للكولون. أي نقيلة بالكبد تشخصني أول مرة فورا يجب أن نفكر بالأدينوكارسينوما للكولون. ممكن تكون عالية الصدى، ممكن تكون ناقصة، ممكن مختلطة الصدى، ممكن تكون حوافها على شكل هالة. أساسية الأوكو 90% لانتقالات أكثر من 2 سنتيمتر و 70% إذا كانت انتقالات أقل من 1 سنتيمتر. نقائل السبيل الهضمي عالية، نقائل الساركومات والأورام العفنية تكون أو الأورام الأنسجة الرخمة تكون بشكل كيسي. تلتبس الانتقالات الكيسية كسالة الكبدية العادية. شاهد تكلسات في نقائل الأدينوكارسينوما الكولون أو الأدينوكارسينوما المبيض. شايفين أي آفات متعددة بؤرية غالبا تعبر عن نقائل أو متسلسل. شايفين منظر واضح. يجب أن يتم الحقن أولا قبل بدء التصوير لأن الدراسة بدون حقن تظهر فقط 50-60%. إذن النقائل دائما مع الحقن. دراسة أي آفة تكون قبل وبعد الحقن. الصورة بدون حقن تظهر باهتة غير واضحة المعالم، ولا البنى التشريحية تكون مبهمة، وحتى بعض الآفات ما راح تبين معنا إلا مع حقن المادة الضليلة. إذا الانتقالات التي تعزز المادة الضليلة والتي تكون مفاضة التروية الدرق والثدي والمكرياس، نقائل الميلانوما، نقائل سرطان الخلية الكلوية، نقائل الكارسينويد والكوريوكارسينوما. ننتقل الآن إلى جماعة إلى آفات الكبد الوعائية، الموضوع كثير أنا بحبه وكثير لازم يندرس بشكل مفصل. أنا هذا ربود كياري وثار وريد باب والكبد القلابي. بودكياري يعرف أنه انسداد الاتصال بين أوردة الكبدية. الأوردة الكبدية أو الأوردة فوق الكبدية هي نفس المصطلح، تمام؟ إذا سمعتوا بأي مرجع الأوردة الكبدية أو فوق الكبدية نفس المصطلح، هي الأوردة الكبدية العادية التي تنزح وتصب وين؟ بالوريد الأجواف السفلي. إذن بودكياري هو انسداد أو غياب الأوردة فوق الكبدية وقطع اتصالها مع الوريد الأجواف السفلي.
له ثلاث أنماط. النمط الأول انسداد الوريد الأجوبي السفلي، النمط الثاني انسداد الأوردة الكبدية، النمط الثالث انسداد الجيوب الوردية ضمن الكبد وهو الأصعب تشخيص، يعني يكون بالبداية ويكون شوف حالة زرع النقي. بالإي يكون نشوف موجات فرط توتر بابي، نشوف حبن، نشوف ضخامة كبدية، ضخامة فص مذنب، غياب الجرائم الدم في أوردة الكبد، وتشكل أوريا أوردة تفاورية، نشوف أوردة تفاورية وتشكل خثارات في فرع أو أكثر من الأوردة الكبدية، وفي التفرعات البابية غالبا ممكن حتى تصير مفاعرات حتى مع الوريد الباب تصوره. الموجودات بالطبقة المحيطة ضخامة وتوهج من الحوض فص المذنب، توهج وقعي في برانشيوم الكبدي، نقص في مشاهدة الأوردة الكبدية طلعوا كيف الأوردة الكبدية متخثرة شايفين واحد واضح الخثار طلع خثرة بالأجوف واضحة طلع خثار إذا لا نشخص بودي كياري من دون وجود حبل. ثانيا فرط توتر وريد الباب، في نقطة كثيرة هم يا جماعة ممكن نشوف بودي كياري خلقي، نشوف الأطفال الحديثين طالهم مشاكل كبدية أو حبل، فيكون أن الغياب الأوردة فوق الكبدية كاملة أو جزئية. تمام، فرط توتر وريد الباب Water Hyper Tension، يتشكل وريد الباب من الوريد المساريق العلوي والوريد الطحالي، بعض المراجع تذكر الوريد المعدي الأيسر، كلها تجتمع تشكلنا وريد الباب اللي هو وريد ولكن هو بالعكس بينقل الدم المحمل بمستخلصات عملية امتصاص الهضمي والأغذية من المعدة والأمعاء والكولونات والطحال، ويتم معالجتها في الكبد، تكون الكبد وغدة لها ألف وظيفة فيها مستخلصات كثير سامة، يتم تصفيتها وفلترتها وعادتها بالعود الوريدي إلى الأجوف السفلي. الضغط ضمن الوريد 12 إلى 14 ملم زائد يعود فرط التوتر، لأنه يعرف أن ارتفاع الضغط في وريد الباب أكثر من 15 ملم زائد تقسم أسباب فرط التوتر إلى تحت كبدية خثار انضغاط ولي الباب، أو قبل داخل كبدية قبل الجيوب تليف كبدي خلق يسار وإداء المنشقات والنفروما، أو بعد الجيوب شمر كبد وهو أشياء الأسباب، أو قد تكون فوق كبدية متلازمة بوديكياري وقصور القلب الأيمن، وأسباب فرط الديناميكية النواسية بالتشوهات الشريانية البابية. الوسيلة التشخيصية الأفضل هي الإيكو دوبلر، حيث يسمع بقياس الضغط وسرعة جيران الدم ضمن الوريد، وتضم أهم الموجودات بالإيكو، ازدياد قطر وريد الباب غير حساس، ولكن بالعادة تشوف فرط أكثر من 15 ملم، انعكاس الجريان بالوريد الباب، وريد الباب بدل ما يكون باتجاه الكبد يكون منعكس، نشوف في ظهور المفاغرات والتلوية الجانبية حول وريد الباب، نشوف الأوردة تتوسع، أوردة الكبد، أوردة المعدة بشكل يمكن دوالي مري أو دوالي معدة، تعرفون مريض فرض التوتر ممكن أحياناً يراجعنا بقصة إقياءات دموية وخثرات نتيجة تمزق دوالي المريء أو المعدة بسبب فرط التوتر،
شكل هاي المفاغرات اللي هنحكي عنها. سرعة الجيران ترتفع العادة الطبيعية لا تجاوز 25، شايفين هنا موصلة على 50، موصلة على 50 من المتلزة الباقي. الجبل الجيران بابي السليم يظهر بشكل مستمر ومنتظم هنا طبيعي 20-20، شايفين هنا السرعة هنا هي السرعة 40 تقريبا 20، فهو ضمن الحدود، بينما في فض توتر الباب يكون مرتفع طلع هنا 50 وراه. موصل فض توتر الباب حوالي 50، شايفين الطبقة المحورية المفاغرات هو أورة المعدة تشكل توسع أورة الدوالية عبارة عن فراغات يتعوض فرط التوتر بالوريد الباب، شايفين بسرعة المعدة والكبد دوالي دوالي نسميه دوالي. شايفين هنا الوريد الطحالي، دائما الوريد الطحالي هو النقطة العلان لإيش؟ للبنكرياس. متى ما ضيعنا البنكرياس نبحث عن الوريد الطحالي، شايفين لنا خثار ممتد للوريد الطحالي، شايفين خثار ممتد للوريد الطحالي. إن أقص الصدى بالسهم الأحمر هي خثار، بينما المحيط فيها الأبيض من المعدة الضليلة. الكبد القلبي مثل ما حكينا هو انعكاس توسع الأعداد الفوق الكبدية والأجعف غالبا نتيجة فرط حمل وعائي قلبي. مثل ما حكينا التوسع أكثر من 6 ملم يعتبر فرط توتر أو فرط حمل وعي قلبي. تشمع الكبد يا جماعة آفة مزمنة تعبر عن قصور الكبد أو قصور في وظائف الكبد. العلامات المشاهدة في الإيكو طبعا يا جماعة الفصل المذنب بالكبد أو القطعة الأولى نسميه، هذا هو القطعة الأولى القطعة الأولى بالكبد، شايفين في حبل في حافة مبسطة، في حبل الحزام الأحمر حول الضفان، بنشوف عقيدات تجددية، بنشوف صغر بحجم الكبد وفقط تضخم بالفصل المذنب أكثر من 4 سم، قطع الأمام الخلفي، بنشوف ضخام الطحال طبعا، بنشوف توسعات وريدية دوالية بسرعة الكبد أو المعدة أو حتى المريء. نعمل خزعات كبد مراحل متعددة. وغالبا يخاف من التشمع اللي تنشأ على أرضيته الهيباتكس الكارسينوما. الحل النهائي طبعا هو زرع الكبد. عندنا زرع الكبد ومنكوا عندنا زرع الكبد في الفترات الماضية، ولكن ما في عندنا مركز متخصص من تركيا أو السعودية لزراعة الكبد. هذا كنا ما كنا طلاب طب في 2005، فكان السعودية عام 2000 زراعة كبد بينما بسوريا زراعة واحدة نحكي بالداخل. الأقنية الصفراوية داخل الكبد، دائما الكبد بنية تشريحية وظيفية معقدة، يعني شفت شلون التربية
إلى تروية ثلاثية من الوريد الباب من الشريان الكبدي من الأوردة الكبدية بعدنا أقلية صفراوية. وذلك لما ندرس الكبد نذكر كل هذه التفاصيل بتقريرنا. يعرف الأقلية الصفراوية داخل الكبد بأنها تشعبات الشباب. تمام الصور واضح ولا نايمين؟ صوت واضح دكتور واضح. واضح الصوت؟ واضح دكتور بس واضح دكتور بس يعني المرة الجاي إذا بسجل المحاضرة وبكون أفضل يعني لأنه ما بعرف شلون هيك أو عن طريق لابتوب أو هيك. سجلتوها ولا لا؟ إيه بس حكيم كأنه من الجوال بس يعني من الكمبيوتر أفضل كأنه هيك بتأشر بالماوس أو لأنه أنا بالمشفى. طيب ماشي مشكلة. يلا الله يعطيك العافية يا حكيم. أكلية ملابسات ولكن طويلة ومتعرف من المظل حملنا شوي خلصة. إذن الطرق الصفراوية تعرف هي الأقنية الصفراوية داخل الكبد شعبات خطية لخصة الكثافة صادرة عن صدر الكبد كثافات أقل قليلا كثافة الماء من صفراية كثافة عديمة الصدر. بعدها قناة كبدية يمنى وقناة كبدية يسرى يجتمعان بشكل كبدي قناة كبدية اللي تجتمع مع قناة مرارية بشكل سي بي دي اللي هي قناة الجامعة. قناة الجامعة تصب مثل ما تعرفون وين القبضة الثانية العفج في مجال الفاتر. إذن القناة الجامعة بشكل عام كثافة أنبوبية شبه مائية قطرها من 6-8 ملم متر. لا يمكن أني أذكر في حصيات مرارية إلا أذكر قطر القناة الجامعة وهل هي خالية من الحصيات أو لا. تقرير إيكو ذاكر حصيات وما نذاكر القناة الجامعة فيعتبر جريمة كبرى. بالرقان الانسداد يسير انسداد الطرق الصفراوية القناة الصفراوية عند المسلمين نقبل لحتى 7 القناة أو 8 مليمتر أكثر من 8 فتعتبر متوسعة. بالعادة القناة الكبدية من 4-5 مليمتر. يدل ارتسام الشجرة الصفراوية داخل الكبد بشكل طبيعي عند مريض الرقان عن وجود رقان ركودي. في شيء اسمه عندنا الكولانجيو كارسينوما. إيش اسمه عندنا كولانجيو كارسينوما وهو سرطان الطرق الصفراوية يظهر بمنظر سبحي توسعي في الطرق الصفراوية ويتظاهر بشكل يرقان فانذار هستي للأسف. الكيس اللي أو المستودع أو الديبو أو الصور للصفراء هو إيش هو الغرارة عضو بيضاوي توضع في حفرة السطح السفلي لكبدين الصيد لكبدين الإبن الأيسر بطن ظاهرية طولانية تحتها حوالي 50 ملي. إذا 90% من آفات المرارة تشخص بواسطة الإبن. غالبا المرارة تشخص بثلاث وضعيات وضعية الاضطجاع الظهري وضعية الاضطجاع الجانبي وضعية الوقوف وغالبا ما يكون المريض الريق. لا تفحص مريض ما نوع الريق لا تفحص مريض عشان الشك بآفة مرارية لازم يكون الريق تمام وتفحص بثلاث وضعيات. في عدة شوات المرارة ممكن تكون مضاعفة ممكن تكون غايبة أو ضامرة. في نقطة كثير مهمة رتقة الطرق الصفراوية تكون المرارة غائبة خطوب الأطفال ولا لا؟ رتقة الطرق الصفراوية شرحت الأطفال رتقة الطرق الصفراوية ما أخذنا جراح الأطفال يلا تأخذونا السنة الجاية إن شاء الله. رتقة الطرق الصفراوية غالبا
يتم في غياب للمرارة، عدم تصنع. ممكن نشوف شذوذات المرارة مثل تضاعف المرارة، ممكن نشوف في حجب بالمرارة، التهاب المرارة مثل التهاب الزائدة الدودية. الجراحين غالبا يكون السبب، أغلبية الحالات يكون التهاب مرارة حصاني، في حالات مأجورة يكون في نتحة ثائرية حول سرير المرارة. في شيء اسمه التهابات الكبد، نشوف فيه تجمع سائل يحول سائل المرارة، منظر وصفي. لا، التهاب الكبد يعطينا تودم ارتكاسي حول سرير المرارة. التهاب المرارة بعض الجراحين إذا شخصوا قبل 48 ساعة يدخل لنا تمت التهاب الزايدة ويشتيل المرارة، بينما إذا شخص إذا راجعنا من 48 ساعة ما بين مضاد الصلب اللي داخل عليه بنعطي علاج، وبعد ما يطيب الالتهاب اللي داخل اللي يكون في التصاقات شديدة. الحساسيات المرئية عرض كثير شائع يا جماعة، الحساسيات المرارية المعيار الذهبي هو الإيكو، تشوف بنية عالية في الصدى لون أبيض، ممكن تشوف لون شدة ضمنها. بعض الحصيات كل السولينية منتصقة بالجدار، لازم ننزل بينها وبين البوليبات. مو كل الحصيات المرارية إلها شدو، في منها ما إلها شدو حسب سماكة البحصة. إذن الظل الصدوي خلفها يقل إذا كان أقل من 1 مليمتر. في إنها أنماط مثل الظل النظيف كلين شادو، في الظل المتجمع كون فنوين شادوينج، عند وجود حصيات صغيرة إذن كون فلوينت. في إن علامة الجدار أو وول إيكو شادو تكون مرارة مليئة بالحصيات، نعطينا على شكل جدار أنه كل ما تسمى إعلان الظل النظيف إعلان تفنونت سيارة صغيرة مجموعة طال الظل المستمر إعلان سيارة مرارية. طول راحت الصورة، راحت المشاركين شلون؟ ما في صورة على الصوت. هذا من الصورة؟ هي راحت المشاركة تبع المحاضرة. بس صوت، سمعانين صوتك بس. طيب تمام، تشوف شو طلع لنا. تمام، نمضى الأربع صفحات إن شاء الله. الجلسة العمل نكمل، نذكرون بالجلسة العمل إن شاء الله. الجلسة العمل بعد العيد بعطيكم تشريح الصدر، تشريح الدماغ، تشريح البطن والحوض. أعطيكم مراجعة الملف اللي فيه حوالي 100 صورة، مراجعة للأشعة واحد. من جلسات العمل إن شاء الله لسه أربع صفحات، نعطيكم إياها بشكل بداية الجلسة العملية بعد العيد بإذن الله. محاضرة طويلة مهمة كثير، فيها معلومات دقيقة وكثيرة. أتمنى كلكم تدرسونها بشكل جيد، وأي حد عنده استفسار أو سؤال يسألني. ليكو هو سماعة الطبيب. بكرة بالعملية للشباب اللي داوموا معي بالعملية فديناهم كيف فحصنا الكبد والباب، سألنا الطحال والكرياس والكنتين. في حد عنده أي سؤال يا شباب؟
شباب في امتحان عنده اي سؤال؟ الله يعطيك العافية. يعطيكم العافية شباب. لسه أربع صفحات نكملها إن شاء الله. بداية الجلسة العملية إذا تذكروني فيه إن شاء الله بسيطة بشارات الوليبات وصعوبة المرارة. تمام؟ إيه إن شاء الله حكيم. يعني ملخص المحاضرة لما نشوف آفة كبدية. لما نشوف آفة كبدية. بدو أنا بكرة بالامتحان بسألك أن آفة كبدية أعطيني تشخيص تفريقي. خلاص تعطيني تشخيص تفريقي. إيمان جوما. باتك أدينوما. فوكان ديولا الهايبربليجيا. باتك سيساس كارسينوما. كولونجو كارسينوما. ميتاستاز. يعني بدي نفعل يكون بالك أنا بعدها ناقشة كل وحدة شو نميزها وإيش صفاتها. فمحاضرة كثير مهمة تدرسوها بتمعن. بس أنا ما أرجو جونا أسئلة كثير. في آفات وعائية الكبد خثار وريد الباب فرط توتة وريد الباب بودي كياري خثار الأجوفة والأوريد الفوق الكبدية أو غياب الأوريد الفوق الكبدية بعدنا التشمع الكبدي وآفات المرارة والطرقة الصفراوية. هذا كثير مهم أتمنى تدرسونه بشكل جيد. تحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمة الله.